محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين من أي طرف كان وفي أي مرحلة من مراحل الصراع ومنذ 2011، سواء من نفذها أو دعمها والدول المتورطة فيها، والعمل على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب. إن السيدات والسادة، نحن حتى اليوم لازلنا نحصد الضحايا بسبب الألغام المزروعة في جنوب طرابلس من قبل ميليشيات التابعة لحفتر، وتخطف وتقتل النساء كما حدث للمحامية حنان البرعسي منذ أيام في بنغازي، ولازلنا نكتشف يومياً العديد من القبور الجماعية في ترهونة. لذا نطالب مجلس الأمن مجدداً ودون تأخير وبعد كل الأدلة والبراهين المقدمة عدم الاكتفاء ببيانات الأسف والإدانة، والإسراع بوضع المسؤولين عن هذه الجرائم ومن أعطى الأوامر لتنفيذها على قائمة العقوبات دون أي تأخير، لا أن يتم عطلة عمل لجنة العقوبات ومنع نشر تقريرها، لأنه يبدو أن هناك من يود إخفاء الحقائق من داخل هذا المجلس. نحن نحذر تلك الدول من تبعات هذا التدخل والتي تمس بسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها وتهدد الأمن والسلم في المنطقة. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتلقف هذه الفرصة والتكفير عن أخطائه تجاه ليبيا وإظهار حسن النية عن طريق دعم إرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير، وعدم استخدام ليبيا ساحة لتصفية الحسابات بدماء شعبها، وليعلم الجميع أن ليبيا رغم أزماتها لن تنكسر، وإن كنا نعاني اليوم فإننا سنتعافى غدا، وذلك بفضل شعبنا الذي لا يرضى الذل والمهانة. وسيأتي يوم يتصالح فيه الجميع وتطوى صفحة الماضي، وحينها سيتذكر الليبيون من ساهم في قتلهم وزرع الفتنة بينهم ومن وقف معهم وسندهم